شهر ونص. سبب حفر هذه الكهف هو يعني وصول وصف الطيران قريب من هذه الأماكن، فقررت أنه أحفر كهف هو يعني الأمان في الله، أأمن من الخيمة وأأمن من الأبنية البلوك. طبعا عم نقضي فيه اوقات طويله كثير كثير، يعني انا والناس اللي بيشرفوا هناك ضيوف او الناس اللي ساكنين هون، واحيانا نسهر فيه للصبح او يعني للسحور. الاطفال نفس الشيء بيقضوا كثير اوقات طويله فيه، وكمان عم نستفيد منه بفضل الله تعالى انه يعني عم بحفظوا فيه قران. يعني thank you.